الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن بالتمسك بالقدس وبفلسطين مستمر. الشكر عنوان القبول بإذن الله. من متى كان الحصار يقعد الرجال؟ من متى كان الحصار يكسر الأبطال؟ صحيح، هذه الزحوف وهذه الألوف مصرة على أن تبقى. لذلك جئنا اليوم في يوم العيد هنا على مقربة من حدودنا مع 48، مع أرضنا في 48، لنؤكد على الاستمرار نحو فلسطين ونحو القدس ونحو العودة ونحو كسر الحصار. الوضع اقتصادي كارثي يعني، رغم هيك الكل حابب يحتفل ومتفائل خير انه يصير حل او يمشي العيد على خير، خاصة انه يفرح الاطفال الصغار في هذا العيد، والناس بدها تفرح وتعيش يعني برغم شو ما كان. حر حر